الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكسوا أن إنه يريه متشر الزمن إيا وقتي إلا متك كدن بيا كفتنا إيا شربضا زمن بزمن كدن بيا وكفتنا بنية وأنا كشر بنية إلى قيامة التمادو مركز طؤون قيامة أسي دواننا فتنة واسي سيادة ساعة فتنة أقود درن إيمان دون تسيد النبي الشيقية أدون كسوغيانا وخروج الدجال إنو الدجال صبحه عالم كان فتنة يو ددك إنتي سبدا قالي سيو فتن كو مالي بمالي تكدن بيسا واسي عسلانا يعني شر كنا واسي بدنا يعني مانتا فتن كأن واجهي نو وحيابها أقود درن وحا كم منا فتنة إنترنت كا صدح لي عقدية أودن بيسي أما دوري لواتن كي سمي أودن بيسي أو أدون كوكوسو بيري فتن كا إيا الشركة كتلا الشيء وحل حسابي كرماه تتك إنتو ضبضنا وحي الموضة يان فإيدو إيا النفعي إلهي الضومضة أصو صاري هي النعمة وهايستان نعمة كتشر تاي ووحير لكن نقمة هي الشركة كتشر أبدا بقول كيف طبعا مرنا فإذا ذا كتشر تاي الشركة كتشر هاي بقول كيف السجاش وكبدين فتنة داسي هي الشركة سي أودت كي يردن وذا سامي عدو كتجي ملأ عالم كي أردن وحكرني جاي هل تولين لجوه ذا النوليح الصباح ذي مركي الصوت الصباح البلا وذا جيو وحو الباء بدون استثناء وحو البلا وذا جيو عالم كي كله حلي حدنا كله فوجا أسكور هينين أيا وحكرني جاي ضد هل تول أما هل جري كوه ذا النوله وحي كوه ذا بريان نوك وحي هيستان وذا جيه سايتاي هدنا يا غانتا كوهايا شياطين تي انسجا اي تشندغا غانتا كوهايا بين ادم كي انتي وشر بضنيت باغا غانتا كوهايس ما عاد كفي لنا يسامر كادي هل حلاله هل حرامي نريك حلالا مدشو انتي بين ادم كي وشر بضنيت وحي غانتا كوهايا وحل غفي لكرا وحي رواي سيدس درادت وحلقة مرمان إن السيدة حقيقة دي سيئة السيدة أويها إنتان أفهنه كدبنا أنو لم عاملونه سي وحي وناك كتشرنا أنو قادنا شركي سبضنا أنو قبدبادنا وإن أقوك لحتقين لباتوين كوحن بارسي وحا كم ده ضدك إن عقائد ده إيا مبادئ ده الصح ده أن لغا الشكي قليو بل إن لغا سارو إلهي تشريتان كيسا إن لغا الشكي قليو الله كلي نمدي سئن لجشك جليه الله تبارك وتعالى حقوق دي سئن أضام ضل جد را إن لجك سارا أضام نمدا أي إلهي أضام ضل أيهين أو شياطين أضام الله قد جو إن مذاهب تخربا لفافيو نكست أو حمانتي حمانتي سيميرش صادقة كي إلهي إنكر سنة فلسفة دي سمية شيطالة كي إلهي تبارك وتعالى لدقال لما يدقال ككوهي فلسفة دي سمية شيطالة كي آخر إنكر سنة فلسفة دي سمية شيطالة وحويان وويل قشي نوعنا ليسوك يا نيوه بل مواقع ذا قاركوت يوب سيديا ذا قاركوت يصفحات كقاركوت سعد وحيدتك أقول يريان إن شيطان كالعابده هذه شيطان كعبادة دي سؤال هاي تسقر صون إنه بن آدم كأقول شقيسته الله أطيعه الله أمر قاته عبادة دي سؤال ساء هان شرتي
maanta ururaad jira la jahraya oo banaanka la taagan shaytaan waa ilaahay hala caabudo. Mawaaqic bay leeyihiin, meelay wax ku faafiyaan bay leeyihiin, afkaartii kharibnayd oo dhan meeshay taallaa. Hadday gaalnimo tahay, hadday ilxaad tahay, hadday zindiqo tahay, hadday bidca tahay, hadday khuraafo tahay, hadday khusacbalaa tahay, wax kastoo xumaa meeshaasaa la dhigay. Markaasada adigoo muslim ah oo xataa diintaada aan wax badan ka garanaynin oo waxaad meesha ku arkayso aan kala shaandhayn karin oo kala shiili karin oo maxaa sax iyo maxaa khaldan aan kala saari karaynin ayaad meesha galaysaa ood wax ka raadsanaysaa. Markaasa waxaad ku dhacaysaa shabak lagu daadiyey, shabakad lagu dhigtay baad ku dhacaysaa. Dhallinyaradii muslimiinta imisa maanta soo baxay iyagoo mulxidiin oon ilaahayba rumaysnayn, dhallinyarada qurbaha jiraayay, daraasaadka hadda soo baxaya waxay leeyihiin dhallinyaradii ku kortay wadamada qurbaha ee asalkooda qoysaska muslimka ka soo jeeday 25% daraasad la sameeyey hadda u dambeysay 25% ilaahay ma rumaysna. Waa caruurtii iyo qoysaska muslimka, aabo iyo hooyo muslimay ka soo jeedaan, qoys muslimay ka soo jeedaan, waxaasa halkaa gaadhsi. Marka waxa ugu horeeya ee hadafka ee taargetka la burburinayo waa caqaa'ida iyo mabaadiida saxda ah ee kutubta ilaahay la timid, ee rusushu la timid, ee khalaa'iqda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka rabo u abuuray, taasaa hadafa in la burburiyo. Adraartu waxaa ka mid ah duulaanka maskaxda, in ummadda maskaxda laga qabsado, madax bannaanida maskaxdu inay meesha ka baxdo, inaan u fikirno sida reer galbeedku u fikiro, ninka cad siduu u fikiro, gacanta ku haya arrimaha noocana siduu u fikiro inaan u fikirno, siduu u dhaqmo inaan u dhaqanno, siduu wax u arko inaan u aragno, calashaani waxa weeye madax bannaanidii maskaxda iyo fikirka in ummadaha laga qabsado. Waana midda maanta ina haysato waay. Dhaqamadeennii wax fara badan baa burburay, kaljarkeennii wax badan baa burburay, sababta burburisayna waxa weeye halkaa wixii laga qaatay ayay da'yartii iyo dhallinyaradii qaateen, kadibna dhaqamadii lalahaa lala madax bannaan hadday diin ka soo jeedo iyo hadday mujtamac muslima ka soo jeedoba dhaqamadii baa burburay. Innagoo dhan waxaynu noqonnay addoommo maskaxdoodu meel kale laga maamulo, injinkee inugu jiraay meel kale lagu sameeyey. Jiidhku waa Soomaali, laakiin injinkii maskaxdu waa Yurubiyaan waay. Lala qabsay marka meeshaasaa la iska qabsa. Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu dardaran ee ku jiraaye akhlaaqdii wanaagsanayd oo la dilo, in la faafiyo iyadoo loo marayo faafinta mawaadda ibaaxiga ah, akhlaaq xumada, dhaqan xumada, fawaaxishta iyo zinada, muxuu ahaayey fasaad noocuu dooni ha noqdo akhlaaqiya, beenta, taswiirka, iskhayaanida, magacyo khaldan in muxuu ahay la isticmaalo, in ummadda akhlaaqda laga dilo, cifadii iyo dhowrsoonaantii in la dilo, cifadii iyo dhowrsoonaantii in la baabi'iyo, xishoodka in la baabi'iyo, in meeshaasi laga qaato duruusta ah. Bini aadamku waa sida xayawaanka, waa isku fasaxan yahay, raggii oo qaawan, dumarkii oo qaawan, fawaaxishtii oo la sameynayo, qashinkii oo socda ayaa banaanka yaalla. Dhallinyaradeenni iyo caruurteedina waxaasay ku fasaxan yihiin, maxaad ka filaysaa marka? Ilmo waxaa daawanaya oo 10 jir ah, oo 8 jir ah, oo 7 jir ah, oo waxaasi ku barbaarayo daawanaya maskaxdiisa ay galayso markuu weynaado, maxaad ka filaysaa? Waxaad ka fishaay waxa weeyaan midda ugu dhow inuu ku bilaabo, walaashay inuu ku bilaabo, walaashay inuu ku bilaabo. Waana dhaqanka dadkani waxaanu ka soo jeedaan dhaqankooda waay. Maanta waxay ilzaamiyeen oo iskuullada qasab kaga dhigeen caruurta yaryarka ah in iskuullada lagu baro qaabka la isugu tago, oo waliba qasab oo sandulla ah oo aan barya ahayn, waxaasaa marka gacanta ku haya. Sidaas daraaddeed wixii akhlaaq la dhihin jiray iyo dhaqan wanaagsan in la burburiyo laga takhalluso. Ummadu waa akhlaaq, ummadu hadday akhlaaqdu weydana wax jira maaha. Qowmu Luut buu ilaahay wuxuu u baabi'iyey oo dhulka ula gooyey oo kor inta laga keenay la dabarogay, calashaani wax way akhlaaq xumo. Caalamkuna hadduu sidan ku sii socdo nihaayadiisi iyo dhammaanshihiisu ma foga, leanna ummaddu mar hadday akhlaaqda lumiso kownka inay sii joogto ma istaahisho. Ilaahay sunankiisu sidaa waa, inay sii noolaato ma istaahisho.
وهلس مرك أخلاق دي بربورتي بابعضي قبلهاني عرورتاني لاني رداني وفوي واحد وحكم إذا أضرارتي اللي باتوين كإنترنت كأولي هاي وحلي هذا الإدمان إنه الروح عدب تركون نقضه عادة أوسن قوين كرين وكجو إكرين إنه كون نقضه وقت جيسي يردنا هل كاجل أما وقت جا بدن كيس هل كاجلي دتك قاربا سي وجود شيران مركض موحو نقول يا شيء نفتي سلقب سطو أوسن دين كرين به ما بدين كرتيد به وحد مودي هداد كجو أضو كأن أضو عنتوا يو كأضو قاتشي سروك هل أضو أمانو كلت ما تشوقي كرتيد وحو نقضي الروح السيدي دتك يعني مخدرات كمان دوريها استعمالوا كله روح من دوريها استعمالها يمد ينكر كمان مقنان كرو لأن تشركي سيب الله قبصدي دت فربضن مركا وحي نقضي نوع عاصو كله من دوريه كل نقضي مركا سينا كتشوقي كرين مد ينكران ما انتو دن واكود حتشيريان وحا ايكشقين ايان نقرن ميس كن كقورو كن قل يا كن كتاقو كن فيري كن بل كتاقو هدنا كن فيري ميد بميد أوجور ميد بميد أوجتك نتيجة محي نقطة مركة نتيجة واحد نقطة وقت جاك يلومي أما هالنقطة كوا حيارها هي كوا وحيالها اللجو ما ويلدا يلجو ضاهو أما هكون نقطة كوا دردشة ذا شيء كذا إسكمال يعني جن معنى الآن تاع هي كومنتي هذا معنى الآن تاع أما هالنقطة كوا كلاتة حمانة أنت كسياسني أي كشر تبع هالنقطة سداس دردد وقت جاكو وقالي نبي قلنا وحول صلى الله عليه وسلم روح إسلامي ما وناجي سوحة كم ذا وحن فإذا كتشرن وسقطت وقت جاء إلالي هذه قط وقت بعد ككوب انتهي ساعدها كمرة يوا وقت جاء وعمر جاء يوا وقت جاء مشت إلى شن لهيد مشنت كتشرتها ساعده وساعده 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 دتك قاركود وحلق يبيني مال بيني كتشرن وقت جيلون وحلقو برن لها وقتي لون لغو شقيسن لها وقتي لون عروتا لغو تربيين لها وقتي لون ريرها لغو دقي لها وقتي لون الدنيا لغو عمري لها وقتي لون أمد لغو معمولي لها وقتي لون لغو عباديسن لها كل معلمي وحنا علمي هاي محافة إذا مركا لقلي انت هزي هلون تي محا نتيجة وحاكم ذا لباتوين كمكو بكرني ووين إن لقا مشغول إلهي طاع عديس يقود الشدة واجباتك الدين عباداتك الله القرآن الكريم كامركو الشيقي خمرضة إيا خمارك صوبت الله حرمي الله وحول تبارك وتعالى وحى الله حرمي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنو لحذين لغا الشيطان كعداوة إسنعي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إلهي ذكر جيسية صلاة دنا إنو إذن كعليو وخمرضي خمارك صوبت الله حرمي انترنت كدتك لغوك للدلاء قبائشي با استعماشا انتي مدك لقيني سبا استعماشا شر او رنبا كالصعودة سيدوك لتوحى لك مشغولة عبادة دي إلهي ذكري قيس ولغو تشرا آذان كبار دعي حي على الصلاة حي على الفلاح ولغو تشرا دان لغا مالها صلاة دي بهدي اللي ما دو مساجك دحدي سيبو انو قد حشرا مصيبة لأن وحوي ما بين الذي بلوتا صلاة مرك اللي قال يدتك قارك وضوحة وجودا بيا صلاة مرك قال يان أي ضال عدان وإنترنت كين قالان واحد إنه واتساب كفيريو فايبر كفيريو يوتيوب كقالو فيسبوك كقالو إلى أو قالنا صلاة بمجيل كرو دتك قارك وض إيش هيدا ساري صلاة مركو السلام عليكم يرادو كبحو استغفر الله استغفر لين بموبايل كلا صباحيا مرك زاو فيريني حتى استغفر الله مدي نين ولا لها كم إذا هو إيش يعني نين بنكو قربتو كنا يبود صلاة جوده هذه سو كتشرة صلاة جوده هذه سو كتشرة بات تلفون كيشان قري إنتو الله صباحي أو فيري أو رك رجاي أيو قشري صلاة دي سينا وسوت سيوت وصلاة نحن هذا بالله عليكم مع الله والمرك وقت متشرو عبادة متشرتو دين باب بعضي علمي جي بابا طلبة العلم جي دين تبر الله هيد آوي انتو ضبط هالكاسة لقو مشغول سيه نينكي الشيخ ها ايه وحلق بر الله
intii wax laga faa'iideysan lahaa waxaa la leeyahay isla kaa sawiro, waxaa lagu dagaalamayaa naftu uga dhacaysa aan isla kaa sawiro, war cilmiga ka qaado, sawir waxba ku tari maaye. Yaa af ummadii la qabsay nalala tag, taladanadii gacantanadu kuma jirto, afaa dhacday. Adduunyo aakharaba waa khasaarsannahay. Waxaa ka mid a dhibaatooyinka ugu badanee internetku leeyahay qoysaskii oo burburay. Qoysasku hadday burburaanna mujtamacii burbur, laanna mujtamaca iyo bulshadu waa qoysas isu tegey. Qoysku hadduu burburo mujtamacuna burbur. Qoyskii waxaa burburiyey internet baa burburiyey, ilmihii waa dayacmeen, hooyo mas-uuliyaddeedii gabtay, odaygii mas-uuliyaddiisii gab, carruurtii dhinac kale u foofeen. Miyaad aragtay hal qol baa lagu wada jiraa? aabihii dhinac buu mashquulsan yahay, badweyn kale ku jiraa. Hooyadii dhinac kale u mashquulsan tahay, badweyn kale ku jirtaa, lama sheekaysanayo. carruurtii badweyn kale ku jiraan, mid walba qolo kala haysata, mid walba qola u talinaysa, qolo kala maamulaysa. Ma gurigaasaa dhisnaanaya? hooyo ma jirto, mas-uuliyaddeedii dayacday, gurigii waa isku dhex yaacsan yahay, carruurtii waatan, odaygii warkiisa iska badaa. guryaheenni waa burburayaan, furitaankii baa batay, xuquuqdii baa la gudan waayay, aafadaasaa socoto. guryihiina inaga burburay. hadday guryuhu inaga burburaanna waxba inooma laabno. waxaa ka mid a aafaadka ka dhashay internetka mustawihii tacliinta iyo waxbarashada carruurteennu hoos u dhacay. waxbarashadii carruurtu hoos bay u dhacday, leanna waxway ilmaha maskaxdiisii loo baahnaa inuu geliyo ama waxbarashada diiniga ah, midda maadiga nafciga leh, wuxuu gelinayaa inuu mawaaqic kaliya meelo kale maanta dhan ku mashquulsanaado. qalbiga bini aadamka iyo maskaxdiisuna laba ma ahe, waa hal shay. hadduu mashquuliyo ka kale meel ugama bannaana. maa jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfihi, hal qalbi baynu leenahay, hal maskaxna waan leenahay. taasi hadday wax buuxiyaanna meel kale kama fura. carruurteennii waxbaran lahayd baddaasay ku jiraan. wlilasaf waxaa wax aad looga xumaada ah in badan oo ka mida innagaa siinay. miyaad aragtay ilmo 8 jir oo 10 jir ah oo loo iibinayo moobaylada kii ugu dambeeyey? miyaad aragtay ilmo 10 jir ah oo iphone wata, iphone ya ipad wata? war muxuu ku samaynaya? igaga ciyaar baa laleeyahay, ku mashquuli. xaggee buu ku jiraa? weli maskaxdiisu ma samaysmin, waazic diiniya ma leh, ma kala garanaya waxan, ma kala shaandhayn karo waxan maxaa fiican maxaa xun, ma kala shaandhayn karo. adigoo waalidana wixii baad badweyntii baad ku sii daysay, markaasaa waxaad tidhi iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa, biyaha iska jir baad tidhi intaad badweynta ku tuurto. seebu biyo isaga jiraya adaa ku dhex tuuray? aaway mas-uuliyaddii, aaway waalidnimadii, aaway wixii ilaahay ku raaciyey. ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu waalxijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad rajulu mas-uulun raacin wa mas-uulun can raciyatihi, waa lagu weydiin doonaa maalinta qiyaamada. nacam, carruurteennii tacliin iyo dhinac walba burbur baa ku dhacay internetka aan ku sii daynay sababtiisa. afaadkiisa waxaa ka mid ah mashaakil fara badan oo caafimaad buu leeyahay. jidhkaaga uma roona caafimaadkiisa inaad maanta dhan internetka hor fadhido. sidaas daraaddeed baa khubaradu waxay tilmaamayaan caafimaad xumada ka dhalata waxaa ka mid a jidhka soo gaadha cayilka siyaadada ah. ma dhaqaaqaysid, mana socsoconaysid, meeshaad maanta dhan fadhidaa jidhkaagii waa isgelayaa, waadna cayilaysaa. cayilkuna cudur oo dhan buu asal u yahay. waxaa ka mid a dhibaatooyinka ka dhasha laf dhabarta oo adkaata iyo murqaho bini aadamka gala, iyadana cudurro badan baa ka dhasha. luqunta oo iyadana xanuun keenta, lafta dhabarkee hoose oo iyadana kala durugta. waxaa ka mid a xanuunada ka dhasha indhahaaga araggoodoo daciifa. imise cudur oo jidhkaaga soo gaadhay? cudurro nafsiya sidoo kale. ruuxu wuxuu bini aadam ku yahay inuu dadka la mucaamaloodo, saaxiibadii la noolaado, socdo, la sheekaysto. laakiin markaad bad kaleeto ku dhex jirto, waxay leeyihiin ruuxii waxa ku dhacayo igti'aab, qalaq, isla hadal, inuu dadka ka dhex baxo,
inuu dadku la noolaan lahaa intuu ka fogaado mar walba jeclaado inuu keligii u noolaado meesha uu ku jiro, dadka kaleeto maba raboba, sheeko kale ma rabo, yaa cid kale inuu la sheekaysto ma rabo, halkaasuu rabaa inuu ku jiro. Iktiaab waay, waa qalaq, waa intiwaaiya ruuxiyo dib isugu noqday waay, cuduro badan buu leeyahay, dad badanna maanta haya. Waxaa ugu dambaysiinaya jaraa'imta iyo dembiyada waaweyn, gaangiska wax dhaca, mukhadiraadka iyo maandooriyaha, beenta iyo kadibka, cisaabaadka, ijraamka ka shaqeeya, ayaguna halkaasay ku jiraan. Dhalinyaro fara badan oo dil iyo wax burburin iyo dhiigdaadin iyo qas halkaasay ka bartaan, bal wax qarxin iyo wax kharibid iyo amnigoo lagu ciyaaro halkaasaa laga bartaa. Caruurtaada markaad ku sii dayso, filimay daawanayaan, dhaqamay daawanayaan, waa dhaqamada bara caruurta yarta iyo da'yarta barta way, jaraa'imta iyo dembiyada sida loo sameeyo, sida wax loo dilo, sida wax loo kharibo, sida wax loo dhaco, sida wax loo burburiyo ayaa laga baranaya. Warka murtidiisu wax weeye, internetu wax weeye waa qol qashin oo dhan ku jiro, waxoogaa yaroo nafciyana ku jiro. Qashin noocuu dooni ha noqdo, caqiida ha noqdo, akhlaaq ha noqdo, bulsho ha noqdo, maali ha noqdo, qashin oo dhan baa ka buuxa, waxoogaa yar oo nafciyoon badnayna waa ku jiraa. Dariiqadii waxaa lagaaga baahan yahay inta nafcigana aad ugala bixi lahayd, dhibkaa iyo aafadaa ballaadhanna aad uga badbaadi lahayd, adiguna aad uga badbaadi lahayd, ehelkaagii iyo caruurtaadana aad uga badbaadi lahayd. Haddaadse istilaahdo meesha nafci baa yaalla wax ka raadso, waxaa aada ula yaabaa dhallinyaro aan aqoon diineed lahayn oo mawaaqicda iyo meelaha ka raadsanaya, diin ka raadsanaya iyo caqiido saxsan, waxaa laga yaabaa inuu la gacanta u galo shiici, shiici, waxaa laga yaabaa inuu gacanta u galo muctazili aayada daliilinaya, waxaa laga yaabaa inuu gacanta u galo fikrad kale haddaama oo qur-aan iyo sunno daliilinaysa, maalinta dambe wuxuu soo baxayaa isagoo shiici ah, isagoo muctaziliya, isagoo la diiniya, isagoo waxba rumaysnayn. Sababta waxa weeye meel xunbu wax ka raadiyey, meeshaasi waa meel halisa, waana imtixaan. Maanta waxa laga qaban karaa ay yar tahay, laakiin waxaa laasima inaynu khatarta ku baraarugsannahay. Wixii nafcigiisana si fudud aynu uga qaadan karno, dhibkiisana inagoo dareensan aynu ka taxadari karno, iska ilaalin karno innaga iyo ilmaheenna iyo caruuraheenna iyo inta aynu mas-uulka ka nahay iyo ummadda guudba. waxaan kaga hadli doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala khudba kale ama kelimo kale siyaabihii laysaga ilaalin karaa adraarta iyada waxoogaaga yarkee nafciga ku jirana loogala bixi karayo ayaynu kaga hadli doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Salluu وصلوا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا اليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك